انضم الينا عامر ابو عبيده من الدفاع المدني السوري الخوذة البيضاء من مدينه اعزاز السوريه. اهلا وسهلا بك، يعطيكم العافيه بدايه. كيف تقيم لنا امكانياتكم وتقديراتكم للتعامل مع الوضع والمتطلبات لهذه الكارثه، وما هي الحصيله الاخيره لديك؟ اهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. الرحمه للشهداء والشفاء العاجل ان شاء الله للمصابين والجرحى. الحقيقه الوضع كارثي، الوضع في الداخل في سوريا المحرر شمال غرب سوريا وضع كارثي بكل معنى الكلمه. حاليا ارتفعت حصيله الضحايا اللي تم انتشاره حتى الان ل 390 حاله وفاه واكثر من 1000 مصاب. جميع فرق البحث والانقاذ والاسعاف والاطفاء، فرق الدفاع المدني السوري الخوض البيضاء مستنفره بجميع الكوادر بالاضافه الى المدنيين وباقي فرق او الاطقم الطبيه جميعا عم بيأزروا بعد بيشتغلوا. ولكن كارثيه الموقف بسبب اولا انه الابنيه ذاتا متعرضه الى قصف سابق من قبل نظام الاسد وروسيا، هذا الشيء ادى الى تصدع المباني، فلما تعرضت لزلزال شديد بهذه الدرجه ادى الى انهيار مئات المباني. بالرغم من انتشال اكثر من 300 شخص من تحت الانقاض حتى الان، لكن عندنا لا زال مئات العائلات تحت الانقاض. واكثر ما يؤلم انك تسمع صوت الاطفال هن عم ينادوك من تحت الانقاض الى الان. اصوات الاطفال، في عندنا اطفال تحت الانقاض الى الان عم نسمع اصواتهم، ولكن عاجزين ان امام هذا الدمار الكبير. ليس عجز عمل، انما عجز اليات، نقص المساعدات الإنسانية وقلة الدعم اللوجستي أدى إلى أنه طب سيد عامر، ما هي المهام التي تقومون بها وكيف تحددون الأولويات؟ يعني هلا بما ما هي الأعمال التي يقوم بها الدفاع المدني السوري في المناطق المنكوبة؟ الدفاع المدني السوري يقوم حاليا باعمال البحث والانقاذ وانتشال العالقين من تحت الانقاض، بالاضافه الى عمليات الاسعاف. 120 سياره اسعاف في حاله التاهب حاليا في شمال غرب سوريا، بالاضافه الى 65 فريق ذكور و39 فريق اناث منتشرين على جميع المناطق المنكوبه حاليا. اولوياتنا تتحدد عن طريق الاهالي واختصاص البحث والانقاذ في تحديد مواقع وجود العالقين تحت الانقاض. نعمل بداية على استخراج الأحياء من نتيجة سماع أصواتهم أو كاميرات البحث والإنقاذ وغيره. نتيجة الأهالي اللي نجوا من الكارثة بيدلوك وين في الناس عالقين تحت الإنقاذ، لكن ضعف الآليات، ضعف الإمكانيات، إغلاق المعابر تجاه المساعدات الإنسانية، عجزنا من تأمين بعض الآليات الثقيلة اللي هي قص العصب الإنقاذ الناس من تحت الإنقاذ في هيك حالات. ما في معنا مساعدات، نحتاج دعم كبير بالمعدات الصحية. هل رفعتم هذه المطالب إلى الجهات العليا في الدفاع المدني السوري؟ ماذا تتوقعون وما المنتظر يعني من الجهات الدولية؟ طبعا أكيد نحن أول بيان صدر مباشرة بإعلان منطقة شمال غرب سوريا هي منطقة منكوبة، وهي بالتالي بحاجة إلى مساعدات دولية لحتى نستطيع نزيل أطنان الأنقاض اللي هلا اتثاقلت على أجساد الأطفال والنساء والشيوخ اللي هن تحت الأنقاض. بحاجة إلى مساعدة سريعة في موضوع اللوجستيات وخاصة الآليات الثقيلة اللي تساعد برفع هاي الأنقاض لحتى نستطيع نستخرج هالأناس. بصراحة إنه مدى الاستجابة لهذا الشيء ما نعرف شو راح تكون آلية الاستجابة الأممية لهذا الشيء، لكن نتأمل بأسرع وقت توصلنا المساعدات حتى نستطيع نستخرج أكبر عدد على قيد الحياة قبل ما يفرق الحياة.